اسمع رسالتنا، رسالتنا الى مطار بغداد وإدارة مطار بغداد وبلدية الخضراء. غدا يتجمع الأبطال حيث الشهداء للنصب التذكاري. ساعة تباشر مثل هذا غدا إن شاء الله جميعا. ساعة إن شاء الله جميعا من النهار لثاني يوم كلنا متواجدين للنصب التذكاري لسليماني والمهندس والشهداء. بيا مكان بالمطار، بيا مكان بالمطار، بيا مكان بأعلى أصواتكم بالمطار. وهذه الصور تبقى ثابتة. فعلى اخواننا بالقوات الامنيه ابتعدوا بعيدا عن الصور. وين يروحون؟ بعيدا عن الصور، بعيدا عن الصور، لان حياتنا ارواحنا وجودنا بالمهندس سليماني. نعم نعم سليماني، نعم نعم سليماني، نعم للمهندس، نعم.